كمل. انا هاخد الله عندي يرحمه. حاجتين. خندوسي مثلا كان ليه تصريحات النهارده، من ضمن الحاجات قال ان سبب فشل صفقه بلعيد المدافع مع الاهلي الوكلاء والسماسره، وان الاهلي ما كانش عايز يتعامل مع الوكيل بتاعه، واللعيبه اعتبر دي خيانه الوكيل، دي فكره برضه تاخر الصفقات كتير. لكن قال حاجه غريبه، قال لك نصيحه الكهرباء انه يتجوز. كلمه غريبه هي تتاخد بمعنيين، يعني تاخد يتجوز يحصل له استقرار في حياته، ما يسهرش ما يقعدش مع اصحابه. ايوه هو قصده دي، هو قصده دي. يعني كم من نص دي يلتزم. هل كهربا فعلا، لانه الجواز في الاخر بيخليك تروح بدري شويه، عندك بقى بيبي، عندك زوجتك. كهربا كابتن خبط في الحيط كذا مره وربنا كابه. هل الزواج فعلا لعب الكوره استقرار؟ يعني الاستقرار الاسري او بناء اسره او جواز لعيب الكوره بيعمل له نوع من التغيير في، يعني انا شفت لمست ده مع شيكابالا مثلا. أيوه. شيكابالا من اول ما اتجوز اتغير زوجته الحاليه، طبعا هي زوجه واحده اللي اتجوزها وخلف اتنين ما شاء الله. ده عنده لعيب اسمه ادم قد كده، خبر ربي. لا وعنده وجاب تاني لا لا اكبر ادم ده موضوع لعيب عنده سبع سنين. لا يعني شيكابالا لما اتجوز فعلا اخر خمس ست سنين حياته بشكل عام استقرت، يعني السهر واللي ما اعرفش، حتى كلامه طريقه كلامه واسلوبه وتعاملاته استقر كتير جدا. فهل الزواج فعلا بيفرق مع اللعيب؟ طبعا يا كابتن، لان بيغير حياته كلها. انت وانت مش متجوز بتخلص تمرينك بتطلع تروح البيت شويه عايش مع باباك ومامتك ولا بتاع، بتخرج وتسهر ويوي. انما انت لما ترجع زوجتك ولما تخلف خلاص حياتك تانية بقت كوره وبيتك، فده بتغير 180 درجه. بس كهربا فعلا لازم يستقر، لان الملائكه مش تلعب معاه كتير يا كابتن. انت فاكر انت لما رجع وقلت لك يعملها كده، يحطها على ايده وتنور، يحطها كده شمال، فاكر؟ هو كان بذل مجهود، هي هو بذل مجهود يعني انضباط وكل حاجه، ما هي بذل المجهود ده. لان الكوره يعني انام بدري واكل بدري وكويس. انا عارف يا كابتن ان هو لو ما اداش خلاص لا هيلعب، والغرام وراه التزاماته ومش عارف. كان في هدف بس هو عطل تاني، الفتره اللي حصل مشاكل مع كولر دي انا بعرف ان هو مش متزن. من ساعة كابتن لما كان عايز يروح فرح ما سافرش مع الباسة وما اتمرنش، من ساعة الموقف ده لما قال له انت التالت، انت تالت ترتيبك التالت عندي، فاكر الجملة دي؟ ايوه. ايام ما كان موجود مودست وقال له انت التالت، من وقتها مش عارف يرجع. كهرباء احنا عارفينه، لكن قدوسه عموما بيحبه وبيقول نصيحة انه يتجوز ويحصل له استقرار عائلي. طيب بمناسبة شيكابالا والجواز، وخدنا شيكابالا كنموذج لانه فعلا اتحول 180 درجة. صح يا كابتن، لعيب نجم كبير جدا بس كان فوضوي شوية. لا وغير كده وتصريحاته، بص دلوقتي لا هو كمان كان فوضوي وبيسهر ونجم كبير بصراحة. هو شيكابالا كمان شخصية عفوية. ايوه فزوجته الحقيقة كان لها دور كبير جدا في الحقيقة. مين يتخيل من 10 سنين ان شيكابالا هيلعب لغاية 40 سنة؟ لا ده من 10، ده لما راح الاسماعيلي كلنا قلنا خلاص بطل. والله حد كان يتخيل من 10 سنين؟ لا لا طبعا. ان شيكابالا هيلعب لغايه 40 سنه. ولو قعد سنه ما بيلعبش يعني. لا هو بيلعب لغايه 40 سنه؟ لا لا شيكابالا يعني شوف نجوم كتير بطلت. انا كل ما اشوفه هو عبد الله سيد اقول لهم اوعى تجيبوا سيره التبطيل دي. انا فعلا لو لعبت دقيقه بتبقى شكلكم حلو. شيكابالا يمكن كان سبع ثمان سنين اقوى من المدير الفني. تخيل ان شيكابالا هيلعب لغايه ما يبقى عنده 40 سنه؟ لا ويبقى قاعد بهذا الاستقرار ومؤثر في النادي سواء في الملعب او مش في الملعب. شيكابالا لعب مع ابن اسامه، شيكابالا لعب مع اسامه نبيه وابن اربع اجيال. شيكابالا لعب. طب انا هكتب ان كان في حفله في بيت شيكابالا الفيلا بتاعته، ورونا يا جماعه الفيديو كده، وحاضرها عدد من اللعيبه ومجلس الاداره. اللعيبه بتحبه. بص ده عنده في البيت. ده شيكابالا شاف عواد والجزيري. بص المشويات بقى اشتغلت وكده. اكيد. ماشي يا شيكابالا. فرحه كنت هزعل كابتن على كده اخر حلقه ليه؟ لا والله في ناس بفرح لها. بص كابتن الماتيريال. يعني انا فرحت لعبد الله السعيد. الكابتن حسين بيرقص واللعيبه بترقص فرحك والفرحه حلوه. بس ما يعني ما بتبقاش زي دي حاجات الكواليس. احنا بس اللي عرفنا نجيب الفيديو، انما دي المفترض فرحان في بيوتهم، يعني مش عاملين زيطه في الشارع ولا في